السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك في أول محاضرة في برنامج مايكروسوفت وورد، واللي فيها نتعرف مع بعض على واجهة البرنامج. في البداية أنا فتحت الكمبيوتر بتاعي أو اللاب بتاعي، أفتح برنامج الوورد إزاي؟ أول طريقة هتدوس كليك يمين، هتختار منها نيو مايكروسوفت وورد دوكيومنت، كده أنا فتحت برنامج الوورد، ده أول طريقة. ممكن الطريقة التانية عن طريق السيرش، هتدوس وورد هيطلع لك كده انا دخلت برنامج الوورد. طب انا فتحت ملف جديد، ايه الحاجات اللي موجوده دي؟ يلا بينا نتعرف عليها. اول حاجه عندي البلانك دوكيومنت، دي الصفحه الفاضيه اللي انا عارفها انا وانت، هنخش نكتب فيها اللي احنا عايزينه. طيب لو انا مثلا بكتب سي في، البرنامج بيقترح عليا قوالب جاهزه زي اللي موجوده دي، اقدر احط فيها بياناتي على طول ووفر عليا وقت بدل ما اخش اكتب بيانات من الزيرو وابني انا قالب جديد. عندي كلمه ريسنت، دي الحاجات المفتوحه مؤخرا، يعني الملف ده انا كنت فاتحه من دقيقتين، الملف ده من 14 دقيقه وهكذا، بيسهل عليك الوصول للملفات اللي انت فتحتها مؤخرا. عندي البند، لو انت عندك مثلا رساله ماجستير او دكتوراه، الملف بياخد منك شغل كتير وكل ما بتفتح البرنامج بتشتغل على نفس الملف، فانا خلاص بعمل له بند زي ما انت شايف كده، اروح على قائمه البند الاقيه مسجل عندي، افتحه على طول واحط الشغل اللي انا عايزه وابقى اقفل تاني. عندي امر نيو، ايه نيو ده؟ لو انا عندي مثلا قوالب جديده عايز اشتغل عليها، فاخش اقلب اللي انا عايزه واختار الملف اللي انا عايزه واضيف عليه البيانات، او ممكن امر اوبن اختار براوز، كده انا هجيب ملف من عندي على الجهاز، تشوف هو على الديف قائمة واخش اجيبه واشتغل عليه، وبرضه هنا الجهاز بيديك الملفات اللي انت فاتحها اخر حاجة. بالنسبة لامر اكاونت، ده لو انت عندك حساب مدفوع فخلاص هتاخد الخصائص المدفوعة في الشركة. فيدباك، ده لو انت عايز تقيم الشركة او تقترح عليها اقتراح. اوبشنز، ده بيديك الضبط لو انت عايز تغير لغة او اختصارات او اي حاجة، كل ده هنتطرق ليه بالتفصيل ان شاء الله. طيب انا دلوقتي فتحت ملف زي مثلا ده امتحان القرآن وعايز ابدا اشتغل عليه. من فوق كده هتلاقي حاجة اسمها التايتل بار، ده شريط العنوان بيكون فيه اسم الملف اللي انا فاتحه. على الشمال خالص شريط الادوات تول بارز، ايه تول بارز ده؟ في اوامر بتوفر عليك وقت زي السيف، هضغط عليها كده هو كده حفظ مجرد الضغط عليها، وممكن ازود الاوامر او اقللها عن طريق السهم اللي موجود. عندي حاجات زي ايه، كويك برينج، ايميل، سيف، اوبن نيو، اقدر اقلل وازود فيهم عن طريق علامه الصح. طيب مكان الشريط ده مش عاجبني عايز انزله، خلاص هختار شو بيلو ذا ريبن، كده انا نزلته. طب عايز اطلعه تاني، شو اباف ذا ريبن، تمام. انا عندي كمان في شويه تبويبات زي هوم، انسرت، ديزاين، لاي اوت، اسمها تبويبات. كل تاب يحوي مجموعه من الاوامر موجوده في جروبات، زي الفونت مثلا، في شويه جروب اهو فيها اوامر. هل كل الاوامر الموجوده في الوورد تخص الفونت هنا بس؟ لا، في كمان بحط السهم هنا بشوف كل الاوامر المتاحه اللي اقدر اعدل بيها الفونت، ولكن دول اكثر الاوامر استخداما. كذلك الامر بالنسبه للباراجراف اللي هو التنسيق، كذلك الامر هنا ستايل شكل الخط وهكذا. عندي كمان من تحت حاجه اسمها ستيتوس بار، شريط الحاله، هنا بيديك عدد الصفحات بتاعت الملف بتاعي، ادي 1 من 7. هنا عند بيديني عدد الكلمات، هنا بيديني اللغه بتاعتي اللي انا شغال بيها، وطبعا اقدر ازود الخيارات دي او اقللها زي ما انت شايف. يعني مثلا لاين نمبر، اختار مثلا لاين نمبر عايز عدد السطور، فهنا بيقول لي انت موجود حاليا في لاين 1، طب لو دوست هنا انت حاليا موجود في لاين 7، بدل ما تقعد تعد السطور لو عندك خطا مثلا هتقول له مثلا انا موجود الخطا في الصفحه 7 في السطر الثاني السطر الثالث، اي حاجه براحتك. طيب على اليمين خالص ده موجود اسمه وضع القراءه، الريد مود، انا عندي 7 صفحات زي ما شفنا مع بعضين، هم ال7 صفحات ما تغيروش، ولكن الجهاز بيديك وضع القراءه اللي هو بيكبر حجم الصفحه قدامك علشان تشوف، يسهل عليك المراجعه. لو عندك مثلا رساله بتعمل لها مثلا ريفيجن سريع ومش هتعدل عليها، فخلاص بعمل الريد مود بيكبر الحجم قدامي، بقدر اتمتع بكل خصائص الجهاز قدامي بس في صوره واضحه كده كبيره وحلوه. طيب انا اكتشفت خطا معين عايز ارجعه واعدل عليها، اختار من فيو ايديت دوكيومنت، كده اقدر اعدل على اي حاجه عندي في الملف بتاعي، رجعت لها عادي بكل سهوله. الامر اللي بعديه اللي هو برنت لي اوت، اللي هو الوضع بتاع الطباعه العادي خالص. اللي بعديه الويب لي اوت، لو انت مثلا الكلام ده عندك مرفوع مثلا على ويب سايت زي ويكيبيديا مثلا او اي حاجه على الانترنت، ما بيكونش فيه نهايه صفحات معينه، بيكون كله تحت بعضيه زي ما انت شايف كده. فالوضع التقليدي بتاعنا كلنا برنت لي اوت، ولو هراجع هختار الريد مود. طبعا بعد كده ده امر الزوم، اكبر واصغر براحتي، بيقدر يديك 10% زياده او 10% نقصان براحتي زي ما انا عايز، الوضع اللي يريح عينيا. طيب لو انا عايز حاجه اكبر من كده هختار عليها وادوس مثلا ايه، مثلا 95 وادوس انتر، خلاص هو هيديني كده لو انا مش عايز اكبر 10% واصغر 10%. عندي اهم حاجه بعد كده حاجه اسمها الرولر اللي هي المسطره. ايه المسطره دي؟
بتديني حرية في ان انا اختار الهوامش بتاعتي، يعني الحافة اللي هسيبها على اليمين ومن فوق ومن تحت وعلى الشمال بدون ما اخش في اعدادات جوه. فعندي حاجة لونين اهو، عندي لون اسود ولون رمادي. اللون الرمادي ده اللي هو الحجم اللي انا شغال فيه بالفعل، الاسود ده اللي هو الهامش اللي هو مش هينفع يتكتب فيه اي حاجة. طبعا انا دلوقتي لو غيرت معايا كده بالرمادي زي ما انت شايف كده، هو كده بيحرك لي ايه؟ بداية الفقرة اللي انا شغال عليها. يعني زي ما انت شايف انا حاليا على صورة قاف، هغير حاليا انا دلوقتي هتلاقي صورة قاف بتتحرك معايا، صورة قاف. طيب انا عايز الكتابة كلها، هاجي رايح على السطر ده كده اهو وحرك، ادي الملف كله بيتحرك معايا كده، كبر الهامش على مستوى الملف بتاعي بالكامل، خلاص هرجعه تاني. كذلك الامر ينطبق برضو جهة الشمال، هختار دي برضو وحرك كده الملف كله بيتحرك معايا زي ما انت شايف، خلاص هرجعه تاني. طب انا عايز مثلا باراجراف معين زي الحته دي كده مثلا، خلاص هختار من دي كده اهو وحرك كده، انا حركت الباراجراف ده فقط وحفظت على الهوامش في باقي الملف بالكامل. دي كانت نبذه بسيطه عن واجهه البرنامج، وهنتطرق لكل الاوامر بالتفصيل مشيئه الله في الحلقات التانيه. كان معكم عبد الرحمن عبد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.